الدرس الأول في وحدة سكراتش للصف التاسع بعنوان مراجعة على برنامج سكراتش. في هذا الدرس نتعرف على واجهة البرنامج بالإضافة إلى استخدام الحركة في سكراتش. كما نرى في نافذة برنامج سكراتش تتكون واجهة البرنامج من منطقة القوائم والأدوات، منطقة المنصة، منطقة الكائنات، منطقة التحكم بالإضافة إلى منطقة ألواح اللبنات. بالنسبة لمنطقة القوائم والأدوات نجد بها أداة لتحديد اللغة المستخدمة، وكما نرى أن البرنامج يدعم اللغة العربية. هناك أيضا أداة لحفظ المشروع وأداة لمشاركة المشروع عبر الإنترنت ومجموعة من القوائم المختلفة بأوامرها المعتادة. يوجد أيضا مجموعة من الأدوات للتعامل مع الكائنات في المنصة. هناك مثلا أداة المضاعفة لنسخ أو تكرار الكائن الذي يتم الضغط عليه، أو مضاعفة المقاطع البرمجية كما سنرى لاحقا. هناك أيضا أداة الحذف لحذف الكائن من المنصة أو حذف المقاطع البرمجية. هناك أداة للتكبير، تكبير حجم الكائن، أو أداة التصغير لتصغير حجم الكائن الذي يتم الضغط عليه. أيضا توجد مجموعة من الأدوات للتحكم في المنصة، مثلا تصغير المنصة أو الانتقال إلى شكل المنصة الكامل أو الانتقال إلى نمط العرض التقديمي ملء الشاشة. هناك أزرار أيضا للتعامل مع المقاطع البرمجية، يمكن الضغط على العلم الأخضر لتشغيل المقاطع البرمجية التي تبدأ بالعلم الأخضر، ويمكن إيقاف تنفيذ المقاطع البرمجية. في منطقة الكائنات يمكن إدراج كائنات للمشروع، إما عن طريق استخدام محرر الرسوم برسم الكائن المطلوب، أو استدعاء صورة الكائن من ملف سبق حفظه، أو إدراج كائن عشوائي من مكتبة برنامج سكراتش. نجد أيضا في منطقة الكائنات جزء خاص بالمنصة وجزء خاص بكائنات المشروع. هنا طبعا لا يوجد سوى كائن واحد في المشروع وهو الكائن الأساسي في البرنامج. في منطقة التحكم يظهر الكائن المحدد في منطقة الكائنات مع أزرار للتحكم في هذا الكائن، للتحكم في استدارة الكائن أثناء التنفيذ. هناك مثلا إمكانية لجعل الدوران ممكن أو السماح بدوران الكائن أثناء التنفيذ في أي اتجاه. يمكن التحكم في دوران الكائن ليكون في جهتي اليمين واليسار فقط، ويمكن عدم السماح بدوران الكائن والمحافظة على اتجاهه الأصلي. نجد الكائن محدد الاتجاه والإحداثيات. هنا يظهر الكائن في الاتجاه إلى اليمين بصورته الأصلية، وهناك أيضا إحداثيات الكائن موضعه السين والصادي من المنصة والتي تتغير تلقائيا عند تغيير موضع الكائن. هناك أيضا أزرار زر المقاطع البرمجية لإضافة التعليمات البرمجية إلى الكائن المحدد، المظاهر لإضافة أكثر من مظهر أو شكل للكائن يظهر به أثناء المشروع، الأصوات إضافة صوت مصاحب للكائن عند تنفيذ المقاطع البرمجية. في منطقة ألواح اللبنات يظهر مجموعة من أزرار التبديل بين لبنات البرنامج. كل زر من أزرار التبديل يظهر بلون مميز، وجميع اللبنات الخاصة به تظهر بنفس اللون. مثلا مجموعة لبنات الحركة تظهر باللون الأزرق، مجموعة لبنات التحكم تظهر باللون البرتقالي، لبنات المظاهر تظهر باللون البنفسجي، وهكذا. ويمكن التبديل بين أزرار اللبنات بهذه الطريقة. نبدأ الآن في التعرف على كيفية استخدام الحركة في سكراتش. الكائن المحدد أمامنا في المنصة يمكن وضع مجموعة من التعليمات البرمجية لتحريك هذا الكائن. إذا بدأنا بلبنة عند نقر العلم الأخضر، تحرك 10 خطوات، ممكن
تجربة هذه اللبنات، نجد أن الكائن عند نقر العلم الأخضر بالفعل يتحرك 10 خطوات. يمكن إضافة لبنة كرر باستمرار لكي يتم تكرار حركة الكائن باستمرار. هيا نلاحظ تشغيل، طبعا واضح أن الكائن انتقل إلى خارج المنصة، ولذلك هناك لبنة من ضمن لبنات الحركة. تسمى ارتد إذا كنت عند الحافة. عند تنفيذ التعليمات البرمجية نجد أن الكائن يتحرك بصورة سريعة. يمكن إضافة لبنة انتظار بعد الحركة، وليكن انتظار لمدة جزئين من الثانية. ويمكن التحكم في اتجاه الكائن بحيث يكون مواجها لليمين واليسار فقط. نجد الكائن يظهر في تنفيذ الحركة بهذه الصورة، طبعا اتجاه الكائن يمينا ويسارا فقط. في كل مرة يتحرك 10 خطوات، ينتظر جزء من الثانية، وبعدها يرتد إذا وصل عند الحافة. لنرى الآن كيف يمكن تغيير اتجاه الكائن باستخدام المفاتيح. سنقوم بحذف هذا المقطع البرمجي لإنشاء تعليمات برمجية جديدة. لكي يتم حذف المقطع البرمجي نضغط عليه بالزر الأيمن للفأرة ونختار حذف. ننتقل الآن إلى مجموعة لبنات التحكم ونختار عند ضغط مفتاح المسافة، ومن القائمة نختار السهم العلوي. بعدها ننتقل إلى مجموعة لبنات الحركة ونختار اتجه نحو الاتجاه، نختار منها الأعلى، ثم تحرك 10 خطوة وارتد إذا كنت عند الحافة. لنرى تنفيذ هذا المقطع. عند ضغط السهم الأعلى من لوحة المفاتيح يتحرك الكائن لأعلى. يمكن تكرار نفس المقطع البرمجي والتغيير فيه. نضغط بالزر الأيمن على المقطع البرمجي ونختار مضاعفة، ونعدل اختيار السهم العلوي ليصبح السهم السفلي، واتجه نحو الأسفل. إذا تم تنفيذ هذه المقاطع البرمجية، السهم الأعلى يغير حركة الكائن لأعلى، والسهم الأسفل يجعل الكائن يتحرك لأسفل. بنفس الطريقة يمكن تحريك الكائن يمينا ويسارا باختيار السهم الأيمن، ونختار الاتجاه اليمين، والسهم الأيسر ونختار الاتجاه اليسار. هنا نرى التنفيذ: سهم لأعلى، سهم يمين، سهم لأسفل، سهم لليسار. لكي يتم حفظ المشروع في برنامج سكراتش، نختار من ملف الأمر حفظ باسم، أو نختار أداة الحفظ من شريط الأدوات. يظهر صندوق محاورة لتحديد مكان واسم المشروع، ويمكن كتابة اسم مؤلف المشروع ونبذة عن هذا المشروع. لنرى، بعد تحديد موضع الحفظ واسم المشروع نضغط زر موافق. لإنهاء العمل على برنامج سكراتش نختار من ملف الأمر الخروج.